بسم الله الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. وكل ما قل يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وكلما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، ومرسل منه السحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. درسي ينعى إن شاء الله تعالى حكوكو هي مصطلحات كصوصع تكو مصطلحات كصوصع تكو مد لكو هذا حاوي العالي حديث العالي أم سند العالي لاوي حاوي النازل سدح موقوف أفر مرسل شن غريب لح منقضع تضب معضل عنو وهلا يا بيت كوباد. وكل ما قلت رجاله على حديثك عالي وضده ذاك الذي نزل قد نزل أنا وحديثك نازلك، وما أضفته إلى الأصحاب قوم إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك حديثك موقوفك أيوه هلا يا، ومرسل منه السحابي سقط حديثك مرسل كبو وهلا يا، وقل غريب ما روى الراوي فقد حديثك غريبك أيوه هلا يا. وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال الحديث منقطع أيوه هلا يا، والمعضل الساقط منه اثنان انت اسبيت كشطر كاسكوبان نحو هلا يا حديثك معضل كيرا ان حالي ان درسي ان حالي وحنك هذلني انقصه هذلني ان حديثك انا اقيبني مرك الله يفيري لنا عها باعتبار الطرق وضد أنك ونقص وجار قاب ونقص وجار مرك لفيريو إيه ودوين ونقص وجار وحنا قيبني إنه قيس ما يها لا بقي متواتر يا حات متواتر مؤلف موسى كهلين وحقي ما لها كلام ود وتجد أنا إن شاء الله كتبت كلام وحكون صار أحد كم يقول قيدي أرد أحد كمعنى تعريفين وحويا أحد كحويا وحديث كستو شروطي محو هاي متواتر كواي قالي هذا أحد حديث كستا أو شروط متواتر رواي بالي رد أحد وحديث كرتا ما لم يجمع شروط المتواتر أما ما لم تجتمع فيه شروط المتواتر أيا كاسويا وحنو قيبي ما هو قيبي عزيز يوم مشهور يو غريب هو قيبي. طيب عزيز كم حانو إن تعريف تيسه لغة بمعنى القوة قوة إن الإرادة بمعنى القلة إن الإرادة لو وصل شجني هكلا إن تصلاحا ما تفر بروايتي أو اثنان صح بأي طبق من ودوين كيس كم يعني طرق طبقات سنتك وكل ما طبقة كم هل حببها نقطه إن لا تفردان لوقف لو الراوي ومعوا انت كالهات هذا السد حكوي ما افر كوي ما شن كوي ما لكن طريقه اسو لويه وحاويان و وحان لين هي وعزيز. طيب حكو صار مصطلح حكم كيس معانو نير هاي حسب الشروط ادي شروط شنت صومر اللي لقاها لنا حديث معو نقنا يا صحيح نقنا هذا شروط اللي هو انا ضعيف من نقنا يا اما هذه شروط يعني لقاها له لكن غيب كميد عمارة ناقص تايسي ضبطي أكل أنا حسن أي نقنايا حسن بنقنايا. طيب حديثك حكو حيوة قيبت الأباد حديث مشهورك مشهوركم حانو نير فوق ما ثلاثة وير لكن ثلاثة كبالله ما رواه ثلاثة ما رواه ثلاثة وير ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر تعريف ساسان فيلا يعني كنت تعريفني هنا مشهورك مرق واقع فوق ما ثلاثة والوي رقب صديق مؤلفك حكم كيس المحاون النري
حسب الشروط ويا سجنا هذه شروطي حديثك مقبول كل جاه لنا صحيح وحاول مقبول ونقنا هذه شروط اللي جوا هنا وحاول نقنا يا حسن أم ضعيف بنقنا يا نوع كوي تمناد ومركان في لنا أنواع المؤلف كوشاجي وحديثك معان عن كسمة المعان عن محاولة تعريف تيسة عن فلان عن فلان عن فلان وحكوا للمدة أن مؤنن أن فلان أن فلان أن فلان أما قال فلان قال فلان طيب معان لو نحكم كيسة ما أرتوا حل سكويس متصل أم سمو قد عسير راجع حنا هني موصول متصل ويه به بشرطين شرط الكوبات إنه الرأوي حديثك وكنا بتقلي تدليس شرط اللي قالنا إنه إنه معه هاي ثبوت اللقاء أو مذهب كبخاري أي قوى علماء قاري عليم ديني ولكن خلافنا وكشرة خلافنا وكشرة طيب كان كلا وكحي ومحانو نري المبهم مبهم ك إن محانو نري مبهم كحال تعريف تيسو محي ما فيه راوين لم يسمى أم محان لنا كل راوين اسناد في كل اسناد فيه راوين لم يعين أم لم يوهم وحانو نري حكم كيسة وحاورتو قيبين مركرة متن اسناد متن يدوي هاي او مارتي وسحابي اصير خلاف كم جيره طيب وحا هلكا مرك مهمه انه مرفوع هي شرط ماها او هذه مركان سحابي يدو سند متن قيس سحابي ومسحابي كجران لنا وحاويان لو قادين انه مرفوع كلس نكون كره وحاويان وحا كلو نكون كره موقوف ونكون كره طيب وحان متن يدو كجر حكم كيس ما هدو متن مخو هي هدو مبهم متن قدو قال محانو نير لا يضر حاويا وصحابي وصحابه جهاله دودنا وحاوي واحد دباته ملا ضمانت وحاوي ربي سبحانه وتعالى التزكي ما له بن قرانك النبي صلى الله عليه وسلم مركه تزكي كاسا كغفلن مركه صدرت حتى مرك علماء الجرح والتعديل اي رواد كهلايان فلان الثقه فلان ضعيف فلان صفتها وحاوي اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كم جران وعده كوسيسوي هذو سند كاين وحان قيبيني انه مد مؤثر هي سند كو تاثير نهايه او مثلا سند كي اسغا لأنتس أصلاً مارتي أصلاً متصل القنينين مثلا دويرة نجع راوية وعيرة حدثني رجل رجل كمركة وعاويان حديث كلأنتس عن ماها أو متصل من القناة مركة رجل كاس أي مركة ما دام مبهم يا حديث كمركة ضعيف بون قناة يا إلا نجع وعيرة لا أقال هذه أنت اللي أقال اللي بحثيه نجع روايات كل صوصة اللي هالحديث يعني ما يعيس عديسي هذه اللي هلو مركة محون قناة متصل بنقنا حديثك ما نكاس مركي مقيس اللي هلا وان حانو الوهيل كرا طرق حديثك اللي جمعي ومارت روايات كيس لا تتبعه كدي مركا نكا اهلنا كدي من حاويان وحاول بندينا يعني شروطي اما معو هاي ضوابط التصحيح والجرح والتعديل قواعد الجرح والتعديل هذه نصب حين الراوي مقبول هي حديثك علتك لان كجر مقبول بنقنا يا هذه مركا حديثك نينك إنه صباح إنه نين ضعيف هاي أما نين معه مجهول حالي هاي حديثك معه هاي إنه ولد ضعيف هاي وإبهامك يقولوا كجره معه إبهامك وكبر هاي هذا ما يعوال الشيء طبعا لكن يقول إنه ضعيف هاي وحاول يكمزول هاي هذه معه هاي ومؤثر هاي وسنتك صامينا أو سنتك حديثك أي الصقي ومرة ولا يلا أقول له حنا هنا مشرت لكن مركو مؤثر وسنه وحاويان ومرك الراويقة حديثك ويرا هذا حدثني فلان ونينك القعد فيه كان أعدي أن هدو فلان ويري هدو نين محوها ثقية هاي أن شروط متوفرة أوتها هاي كان القعد فيه وعاوي أن لو مباهنا سنة سامين كم يالين هاي مركا سامين كم يالين هاي واتي أن كم مثال البخاري إنه يري حدثنا حيوة ورجل آخر والرجل الآخر عبد الله بن لهيعة وكلتش محو عدين هاي وعاوي شرط قيسة شروط قيسة كمين معها انت مركب مبهم كي وحاكل لميد ادوير الراوي حدثني الثقه اذا ولميد نوع سويان ان العالي والنازل وحير مؤلف رحمه الله تعالى والنوعي 13 مركان كفيرن حبك اصي ترتيب المؤلف ومصطلح انواع الكتاب كل شيء ما قانون نري وصدني لو صدني لو هذا مخو واحد مركا انت سو قادني وحان سو قادني 12 كان وكيل 13 وي وون كل تري عالق قولي وتري نازل كن قولي وتري وحير وكل ما حديث لمانتيس حديث كاستو قلت أيرات رجال ورجاشيس أيراتي على وكر نقضي عالي بو نقضي ويان وحاويان حديث كاسو حديث عالي ويان وضده ضد كيسنا ضد العالق
ذاك وسند كاس وسند أم وحديث الذي حديث كاسو أم سند كاسو قد نزل دقي أم عواي هوس ودعي أم عواي فربتي نزل وألف الإدلاق مدان كلا نحاوي على نحاويا وألف الإدلاق وين شعر لكن وحاوي العالي والنازل مركب مع هان الله بحناية حديثك عالي وحان لنا وحاوي كل ما قلت رجاله هو أرطع عالي لنا نازل كان محلنا كلما عكس جسوى كلما كثرت رجاله سما أكاسنا عالي النازلة مركان لنا هاي كلما قلت رجاله نرتو حد واتا عالية لم نعبو قب سما عالي مطلقة عالي النسبة أن ونو فربديها النسبة سائد وفربضا نسبة آد وفربديها لكن عالية وحاول مرك الله فيري باعتبار قربه إلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة رواشيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودوي مرك الله فيري وحالي هذا العلو المطلق العالي المطلق أم علو المطلق سنة كوحي ودوي هاي مرك حق رواشيس النبي صلى الله عليه وسلم ودوي الله فيري مثلا بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم وحاول وسدح راو بس سدح بس وين أف مد أفراتك موجرة مد أفراتك موجرة مركم حلينا سنة كاس وعالي عالي علينا طيب بخاري النوع عسوح كشر اللبي لواتين حديث والثلاثيات اللي لاد أصي النبي صلى الله عليه وسلم سدح راو بس أو رح يسوى شيخ يسكوبات كان لوات واب السحابي كان سدحات كان كوبات مركم لو يقول كان لوات شيخ يسدحات محن قنايا سحابي لواتين لو حديث النوع عسوح شيخ سعيد البخاري كشر أو ثلاثيات اللي لاد مع التكرار مركم لو قدر التكرار كذا من لسعته المسلم أصي وحويان الثلاثيات كشران محوها هاي أبو داود ثلاثيات كمشرة ترمذي أيها الحب كمشرة محوها النسائي أصدقنا محوها هاي كمشرة ثلاثيات ابن ماجه أيوه كمشرة شن حديث وكل يسكو طريقة هل طريقة أيوه كمشرة شيخ إذا جبارة من مغلس على كل حال ثلاثيات كاس مركة وحاول باعتبار قربه للنبي صلى الله عليه وسلم مكان لنا هاي وحاول سنة كاس سنة محاوي مطلق أن لنا هاي علو مطلق بان لنا كاس علو مطلق مركو حكسه رجيدة نزول مطلقة مثل البخاري حديث كحكوري لو طريق طريق بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وسدح طريقنا مثلا تسالهان وحاوي وآفر أم الشموي طريق أسمرك آيات كدون وحان لنا هاي وحاوي علو مطلق طريقة بدن الرواد عبتين أو هاس يعني أدقين محلين هاي نزول مطلق مركز علو كستم مطلق وحكسه رجيدة نزول مطلق هذه علو النسبي هينا نزول نسبي أباكسه رجيدة نسبة علو النسبي محوية نسبة إلى إمام من الأئمة يعني نقول كر مثلا أقولت إمام الشافعي إمام مالك إمام أحمد إمام الزهري أي ماذا اسمك الله في حديثك أو طريق وكتها هي حديثك أي ماذا سوكم مرة مرك الله في طريق نوى النازل طريقنا محوها وحاوية وعلو مركا بعد الإمام هدور ربا حديثك ها فرب ها مارت علوها نقدة أما نزولها نقدة لكن باعتباري مركا أصيغة لفيري ويان ويح أصيغة كدن بإمام مركا لفيرنا وأصيغة لفيرنا مركا كاسم حان لين هاي علو نسبي بالنسبة للإمام أما وحاكا لو دعي كرتان نسبي أو كتابة كتب من كتب معتبر كميدة مثل بخاري حافظ من حجر حديث ورين هاي طريق بخاري وكورين هاي مثلا تسالهان مركو بخاري وددي سمرنا حديثك نازل ونقني وذاك المركو حاجة كسو وريكتو مرنا وحاول يعني حديثك محمرة يا حنقنا يا إذا الحديث كاس محنقنا يا عالي ونقنا يا مركا وضد بخاري مركو مرنا وحديث كرتين ونازل لغد وضد بخاري مركو أنت كسو وريت بخاري وكوريكتو وحوا الشيخ يزو كلصة كل من وحاليا إنه نحوها علو نقطة مركا تاس إن شاء الله ماشي أقسام فربنا بوقيف سما هل كذا وتقدونا هذا هل كم حتكون قتاؤن العالي محلي هذا كلما قلت رجاله محون وقيف سما مطلق إيوه نسبي مطلق نسبي طيب حكم كيس معيه حكم كيس حاوي وحسب الشروط واي حسب الشروط هذه الشروط اللي لقاها لنا وعاويا ومقبول هذه اللي لقاها لنا ضعيف ونقنايا حديث أسوء عالية أيها الدين ضعيف نقنكرا أسوء عالية علو مطلق غلبها يسته
أيو نقني كرا معه هاي ضعيف نقني كرا وعو كيري مركا وحكوا على مدى نزولك نزولك أنا أنتوا كأوقف سماء سان أوقف سماء نزول مطلقية إيه نزول نسبية مركو حاول تقسيم كست يعني لبط طريق كست أو طريق إن تكوح كنت عالي طريق كلام راح تكوح كم إذا نازل هذو طريق تكوح كنت معه نازل مطلق علوي مطلق ونقدنا كان كذا رجال وحلا ده علو معه نزول مطلق هذه علوي مطلق إلى كتاب معين هدوية هنا نزول مطلق إلى كتاب محارة عفوا علو نسبي إلى كتاب معين مركز ترى هذا نزول نسبي إلى كتاب معين بكسر جد نزول علوي نسبي إلى إمام من الأئمة مركز ترى هذا نزول نسبي بنسبة الإمام إلى من الأئمة بنسبة إلى إمام من الأئمة أي أصلا أكسر جد مركز علوي أعرفته يعني عكس جسم حنقنا يا نزول بنقنا يا مرك فأيدي سكليه وحيصاد ظاهرة سبب كان أو مارت عالي نازل أرد أنت من علومه بيجعلين الحديث كنازل علوية علوية بيجعلين نازل ك وحال إلى هذا إمام علي من الدين وحير الإسناد النازل شؤم وعوية ومعوية ما نجعلين سنجرين ما نجعلين سنجرين حاسة لكن حق حكمك مرك لفيري وحال يعكر كرتمر مر أسوه نازل الحديث كنازل ك إنه كصحيح إن من مبدئه أو كص أو صحيح ياي متك عالي جنا وضعيف ياي مركا حسب الشروط بيكون حرنتاي حسب الشروط بيكون حرنتاي وفهمت زما علوي واب بمجرد علوي وصحيح ما دي كرتت وحويان بس علوي فايديس وحويان مركا حديثك لو ضرق وكوي مع طريق نازل أي طريق عالية أو لو ضرق صحيح إسلام نقدان أو استعارضان أو إسكهر ماذان حقيقة كما هرمرنينا العالي قهر مرني نسمة خبرك أذى هذا أونين قضية ملك دعدي يعني أرمى ملك دعدي إن أذى نينك سو أركي أكوشه كي نين كلان وحاوي وحوشه كي نينك سو أركي مين كيسي أركي أي أصلا وسيشه كي مركو حاوي يعني أذى مارتي حقا مرك قضية نسل قضية سمة أذى مرك هلك يعني هذا حلا ده نينك سو أركي ديس كسو أركاب إيوه رمي بقى هذا مرك السنة كذا كان جاوبنا هذا اللي هو هرمريني نينك قالوا عليه أنا نينك سؤارك أرنت ما نركني نينك أصي كي سؤارك كي أشيكي بيسي شيكي مرك حقة مرك استعارضان بعلى تقديمك وحويا وعالي الهرمرنا وإلا حقة كلا واسكوميد ويان ومحوها هاي واسكوميد وحنكوا معناها حكم كيسة وحويا شروطي بالله في رنا يا محوها هاي أسوء عالي أيو ضعيف نقول كرا أسون نازلنا صحيح نقول كرا وكلما حديث كست وقلت آيات رجال ورجال شيء على وحوي وعالي ويان وكسوة كرن قدي ويان وضده ضد العالين ذاك كسوة حديث أم سنده الذي سند كسوة حديث كسوة قد نزل الدقي ومحو هاي نازل نقدي وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكين وما حديث أضفته أدو إضافيسي إلى الأصحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أضوي إضافيسي من قول نهائي وفعل فهو كإذا موقوف موقوف إنه يزكين اللوع هذه علم ويان زكين بمعنى علم ويان أما لوع على مدين وذكرته لوع على مدين أما ذكرته وما أضفت وحوي إضافيسي إلى الأصحاب أصحاب تمركا ترى وجنس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مركا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طبقات بكلاليدة هاي وحاول كبار الصحابة يجرت أوصر قوة محوها أوساط أوسط الصحابة يجرت محوها يعني صغار الصحابة ربع عفوا وحكلوا يجرت محوها محوها حقة يعني فضل مركل غفير وكلا دوين أو محوها وكلا فضل بديهين وحاصر المركل سكوت الضوء حق الرواية وحاول موقوف بالي رذا وحلو إضافية صحابة ضن وحاول موقوف حديث كست الصحابة وقول إضافية قول كذا هيا إيه فعل كذا هيا وحويان محو هاي وا موقوف ويان قول كذا مركو يهاي وعليه هاي وحديث كعائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار نعم النساء نساء لم يمنعهن الحياة يتفقهن في الدين صمهن كاسو يان فعل كانوا حويان حديث كبخاري نحير من عباس أم من عباس هو أم الناس وهو متممم ضدك ومارت إمام النقضي أسوه متممم وفعل سوما كاسنا فعل ويان مارك المهم
وما حديث أضفته ويضاف إلى مرك موقوف محل إلى هذا مركه موقوف أرتو حل يري موقوف حل إلى ما يروى من الصحابة من قول أو فعل أم من أقوال وأفعالهم وحان موقوف لو يري محايا لي راويقة أي وحكو استاجي حديثك عند السحابي راوي حديث سوسو إذا حدثنا 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 أولها أي محكو جوجي عند السحابي كجوجي سوما مقطوع محان صون ورنرن سو حديث كوسو إذا حدثنا حدثنا عند التابعي أي كجوجي كان سو أوذي أي عند السحابي أي كجوجي موسى دافنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم موسى قارثينين ان مركا ان حديثك مركا لينهي واخ كاستو صحابه لو تيريي ان مخو هاي وا موقوف مركا لينهي من قول او فعل ان وحا لكن شرطه ان حاله يعني قرينه تسنيسا ان حديثك مرفوع يه ان ماشي جيرين وحا شرطه ان اللوايه ان تخلو الحال من قرينه تدل على الرفع قرينه كنت سنة يسا حديثك إنه مرفوع يعني وأين ماشي له قرينة وحاكمة إنه ما أرت السحابي ويرى من السنة أمرنا ونهينا يأكل إنه يرى هذا ومدى لبعض حاكمة إنه السحابي إنه حيالة أو اجتهاد الرأي أنا لو كين كرين إنه ما أرت يرى هذا وحيالة سامارتي با أيا كمدة أيا كمدة مرك قرينة دين جرين قرينة دين جرين وحكس السحابة لو تيري هو هاي محوها هي أمت محوها سحابة لو تروا من قول أو فعلة مركو على موقوف ويان إلى الأصحاب إنه مركو كيران سحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لما كلا قاد أيوه محوها سحابة ضن ويان سحابة ضن ويان كود ووين إيوه إيه كودير أنت واسكميد ويان طيب حكم كيس محا مركا عدة مركا سحابة وتير نيسة أما ها تمحوها هاي تابعي أما غير كتاها كلا قاد ملا مرك لا شرطين ما هي حديث موقوف إنه متصل يا لا شرطين ما هي إيه واحد لقى هذا وحاول ومتني قا أنتوا كأجي هاي ويان مرفوع ولا مدى موقوف مقطوع ولا مدى هاي مركو حال لنا وما حديث أضفته أول في سوء تيرسي إلى الأصحاب أصحاب تأتيرسي من قول وفعل قول وفعل وحكا هذا أديك على ذيك من قول نهاية أو فعل نهاية مثل أصحاب تأتيرنيسة فهو كأيضا موقوف وموقوف أي زكينة أما زكينة حلوة وهذا موقوف وموقوف إنه يهيبا علم الوء وقاذي أما محوها هاي الوع على مدي ويان الوع على مدي نوحا مهم أكل هالك عين الإشارة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديث لو تيري مرمر حلوة دلاقة أثر حاف من حجر أصبح حوك لصاري خبر إيو أثر وحل إرادة أما حديث إيو أثر هالك نخبة أبا نقطيك دونا إن شاء الله تعالى حكم كيس معوية موقوف كحكم كيس معوية موقوف كي مرفوع يو إيه مقطوع ولا ميديا حسب شروط صماها لا بدس إلا تقسيمها نصائك مهستقها باعتبار منتهاه إيه باعتبار من أسند إليه باعتبار المنقول عنه أي كم إذا كيس دح صمان كيس دح هذا مرك هالكاس أيه هستقها يا مرك حاويا صحيح ونقول كرا ضعيف ونقول كرا حسن لو نقول كرام معايا الشرط كل الله شرطين أي ملا الشرط جيز عواء إن الصحابي أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم صحابته إن الله لو تيريهم بشرط يا ومرسل منه الصحابي سقط ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط مؤلف رحمه الله تعالى حيل ومرسل حديثك مرسل كا والحديث المرسل حديثك مرسل كا السحابي السحابي سقط كان ورد عي منه حكيس وكرد عي والي رادا وقل حتى رادا غريب حديث غريب ما حديث ويروى أوري راوين هل راوي بس راوين بيهان لذا لكن وعويان فقط راوين فقط ويان مركو حال لذا هو مرسل حديث المرسل وعويان السحابي السحابي سقط كان ورد عي منه حكيس أيال إرادة إن هو مثك حجيس وكرد عي ومرسل حديثك مرسلك السحابي السحابي سقط كان ورد عي منه مرسلك حجيس وكرد عام منه حديثك حجيس وكرد عي بمرسل إرادة السحابي مثك حجيس وكم قيها سنتك حجيس وكم قيها هاي إن مرسلك حق اللغة ظهرت على إرادة بمعنى الإرسال والإطلاق ومعاني فربما بكون ما ذال معناها نينك الراوي حديثك ورين هاي أي السيد هاي أصلاً كقيدين راوي معينة بو سيدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بو يري
إصطلاحاً وحالي هذا تعريف مؤلف كل واحد أو منه سحابي سقط تعريفته وعويان وتعريف سحابي مؤلف الوقف تعريف الصحة أو محدثين جمهور قبان وحاويان ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويان ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كاسم حالي هذا مرسل قوليها قارب حقوق إذا تابعي كبير وحيلين ما أضافه التابعي الكبير ما لكن سير راجح وحاويا تابعين لما كان صار هاي وحاويا سيد حتى بقي وقف سمع تابعين كبار التابعين أوسط التابعين يو صغار التابعين سيد أحداث بسكوس وقبا وحكى سحاء تابعي إلا فيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويري وحن لنا مركة ومرسل سحاب تابعي أما هوين هذا أما أوسط كهذا أما ها أما صغار التابعين هذا وحا أنت مركة مهم أنا إشارنا حديث مرسل كورتا مركو ورئيس وحوقي بني نسدع قيبوت مرسل كما يقوقي بسمايا سدح ميانو نير ما لما أوقي بنينا لما سدح ما عفوا مركو رمع قيم أوقي بنينا لما أوقي بنينا مرسل سحابي إيه غير السحابي مرسل سحابي كموسن هذا المؤلفك كمان هذا إن هذا أمعوه هاي أدوسن كتاب مؤلفك وشيء محلنا مرسل محوقي بني سحابي إيه مرسل غير السحابي سحابي مؤلف موسن كهذين مرسل غير السحابي قنا أدين لبوس في قيبي محوقي بنينا أمعوه هاي مرسل جلي إيه مرسل خفي خفي قنا مؤلف كات هل كان ومهلين مؤلف كل كان ومهلين معقول صهاري مرسل كه مرسل كجليقة مرسل كجليقة بعقول صهاري مرسل كجليقة معني سحابة مرسل كظاهر كه هويان يعني. أو سقط قيسة إيه عتان قيسة ظاهر وسكيه خفي جوا قرصية أصلاً هل كان ومهلين أصلاً هل كان وجوده ماشي سكوي ما ندونه مرسل كه هل كان وكل تعريف مؤلف مركل إطلاقة مرسل إطلاقة وحاول محقول عيا متك جليقة أيو كود عيا متك جليقة وظاهر كود عيا مركا كان أنا كان تعرفونه نير ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كود عيا مرسل كجليقة أيو كود عيا لبذا كلا وعاويا موسن كهالدين السحابي جنا موسن كهالدين الخفي جنا موسن كهالدين وعكون صار مركا مرسل كا إن أديا ساو أقاتي تعريف تيسة حكم كيس معيه حكم كيس مركا ساقم نقوال فرب هذا أنبا كوجرت سيد حن ساقو بينا قالت تري ومردود مطلقا إيه قالت تري ومقبول مطلقا إيه قالت تري تفسير جلسيا مقبول مع الشروط اللي أتري معلنا حكم كيس معلنا يسد حقيقات قالت تري قول الأول معير هذا مقبول مطلقا إيه قالت تري مردود مطلقا إيه قالت تري مفصول معنا تفصيل تري يعير مقبول مع الشروط قالت تري هرتا مقبول مطلقا وحاويان وحاي أبداً قيبان وفق هذا كمدة أي أبداً فوق هذا إن بدنا كمدة محدثين قيبا كجرته بق أبداً قالت تري مقبول مطلقا قالت تري التفصيلنا إن وبدين هنا أي كان جماعة من المحدثين والفقهاء وحكمدة معوها ابن قطان علي المديني علي وحكمدة إمام الشافعي إمام الشافعي عصام عقبة مقبول مع الشروط تفصيل قالت جلسوا كجرا أنت الله وضع أسبق قول كذا محدثين توا كدوية محدثين توا قالوا تري مردود مطلقا مردود مطلقا قالوا تري بين محدثين الجمهور توصل سياق بان وحين ليهن الجهل بحال الساقط ودليل كوباد وهايستان وحين كليهن إنك ماشي كما قن أي مجهو أن حال ديس أنا قونين ما دام إنك ماشي كما قن حال ديس أنا قرنين وحويها مسحابية مسوى تابعي هدو تابعي يا مقات تابعي يا مش كجان هدو تابعي يا هاي محوها هاي تابعي محوها محد محوكم كيسة مثقة مسوا محوها مسوا ضعيف إلا التابعين تموت سحابة لمن ما سحابة لما أنتوا دو عدول سحابي إنه يهدان الحقيقي وحديثكم حنا قانا مقبول لكن هدي مشى سحابي نما نهان وكشرة
وحالنا لأركي الصحابة تابعين تأيكو اسكور وري حديثك أو والله بسكور وري مد مد كور كوري كوكال كسي وري كوكال كوري إلى معه أفرشان لح بال أركي أيكو اسكور وريين مركا أنت صورنا صوب بحث وما بهنا لما من عدولة صح تابعين تا ما يسمى تابعين تنا ما أنتوا عدول ما وعي كمية وحلمي ده قار كمية ده حوا ضعفاء قار كمية ده محوا عدول محوا ثقاتة مركا تابعين تو كدوين صحابنا ويكدوهم صادرت مركا محدثين تحيي لهذين حديثك ما دام أو نك مش كم قان وحوا يا أنا جرنينين وحن لنا حديث محكو حكومينا إنه مردودي هاي حدينه مردودي هاي أو مقبول مصنهين أو ضعيف يعني سداسا كوحو كنما يرادين مركز سداسا جمهور المحدثين ها أي أبديهين سداسا أبديهين سدا حدا قول باكو جرت مقبول مطلقا مردود مطلقا إيا التفصيل شروطي التفصيل كي يوهو لهس ماشي هل كذا كوي ماني دونتا ومرسل مرسل حديثك مرسلك السحابي السحابي سقد كانوا كدع واي منه حقيس مرسلك كان حديثك حقيس وسحابي وكدع والي رادا لكن تعريفت مؤلف قدام مرنا حاول يعني حديثك مرسل لسكمه وخلافه يبقى سحابي قدع سما محون نقضيها مركه حديث قاب صحيح بقى مر بده سحابي قدع ماشي صحابة دعتان كل مين ابن مين دب كشرة لما نسوا عدول ما حاول حديثك الصحيح أي نقول لها مركه تعريفت مؤلف قديم لمرة حديثك حاول لسكمه خلافتين حكم كيس أما شطر لبعضه بيتك وقل غريب ما روى الراوي فقط وعير مؤلف رحمه تعالى وقل وحاتر هذا غريب حديثك غريبك ما حديث ويا روى أوري الراوي هل راوي فقط أكلي هل راوي حديث أوري بالي هذا حديثك غريبك أرت الغريب لغة وحالي هذا البعد عن الوطن قفك لول كيس كفه ويدت كيس كفه ومعوها معانا لول فوق كنول ودت كيس اللي جوا غريب لي هذا حق اصطلاحا وحالي هذا ما تفرد برواياته ها شخص واحد في أي طبقة من طبقات السند أكيم عواي عزيز كسمانا لين ما تفرد برواياته اثنان كانوا حلينا شخص واحد في أي طبقة من طبقات السند طبقات كسند كوكوي ما نهاية طبقات حاليا سوشيغني سوما طبقة كميدون طبقات كميدون كميدة هدو هل حب النقدة حديث كاس محو نقنا يا محو غريب غريب نقنا هدي رو انت كلونا محو هاي مشهور متواتر ها نقطة دور رو مركا غريب محو قيب سما يا لو نوع بو قيب سمي غريب مطلقة يا غريب نسبية غريب مطلقة غريب نسبية غريب مطلق محالي لذا وحالي لذا ما كانت الغرابة في أصل السند ما كانت الغرابة في أصل السند محلنا في ما كانت الغرابة في أصل السند غرابة هذا أصل السند كأدعى أصل السند قامح والسحابي سحابي حديث كل يساوري عد كلو لوريسي مجرت مرك غرابة محيد عدي أصل السند أدعى سماه غريب كاس محلنا هاي مطلق ويا حديث إنما الأعمال بالنيات رواية كلا جر صحابة كلا لوري لكن الصحيح ماها طريقة كلا أوجي هاي صحيحة وحاول وطريقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر ويا كقاتي كل جيس وحققاتي علقمة يا كقاتي وكل علقمة كل جيس كقاتي حديث كان لبا علقمة كجذب محاوي محمد إبراهيم كل جيس كقاتي محمد إبراهيم كجذب يحيى سعيد الأنصار أفر طبقوه حديث كاس أيوه هاي غريب يا سما أفرض أبو حدي كده بعد مع يحيى سعيد الأنصاري أيوة فرق فربان بكوري مرك لما فيرنا ومضنا فربان قال كوري سي إيه محل فيرنا يا أقل المحوى طبقة على فيرنا طبقة أويرها دو هلية كاسة محوى هاي بمعمولة غرابة النسبة جنوا محي ما كانت الغرابة في أثناء السنة دوي ما كانت الغرابة في أثناء السنة غرابة في أثناء السنة محوي ما كانت الغرابة في أثناء السند وحاول حديثك وحاول ريع عدد من الصحابة أبو بكر إيه عمر إيه ابن عباس إيه أبو هريرة بحديث يسلو ريان كدمنا أبو هريرة ضد باك قاتي عمر ضد باك قاتي أما حال يعني أبو هريرة طريق طرق ده كمدة أي وحالة تفردي من تابعية مثلا الزهري زهري حديثكم حكلة تفردي أبو هريرة زهري نيكوري ضد بان باكوري قداش ضد بان رواد بان باكقاتين مركه حديث كان حن لين هاي بالنسبه لي للزهري وغريب بالنسبه للزهري وغريب وكل يسمعوا ابو هريره كوري لكن ابو هريره كل يسمعوا حديثك
ماي وحلو وري صحابة كلا لو وري سما غراو مرك أصل كم تعال سما وأصل كصحابة كلا بالو وريان مرك أصل كل جسوا جود بيو أو أحد عن لماذا تابعين يتابع تابعي بان طرق طرق كميدة أيو راوي جوني معينة أيو لا تفرد يا تفرد كمرك أسوق كويجي هاو قذاش يزن ضد كلا بامعوا هاي أيا كقاتن حديث ك ضد جماعة أيا ورسي مرك بيننا حديث كحلين هاي بالنسبة لي الزهري وغريب لكن وغراب النسبة أهمها غراب مطلق أهمها مرك فرق واضح سواء في عند سما الغريب المطلق ما كانت الغرابة في أصل السند وسحابها هذا غريب النسبة هنا ما كانت الغرابة في أثناء السند طيب حديث كغريب كأه حكم كيسمعية ها حديث كغريب كأه أرتو أقسام تنصبر نقيب توجلا يا ها حسب تعدد الطرق وقال سما يقول على اللي مجموعين عزيزي ومشهور وحاول أن يحاول أحد باب كاسة وقال يا مركب حديث الطرق دل غيبيه وقال يا طيب حديث كمركب حكم كيس مركب حلو ما حسب شروط وين حديث كأسوأ غريبة أي صحيح نقول كنا حديث كنا عنوان البنية كميت سما صحيح ويان أسوأ معوها هاي غريبة أي ضعيف نقول كنا أسوأ غريبة إيه أي حسن نقول كنا لكن مرك الصي عزيز إسكرد عانه إسكهر ماذا إنه استعارضان يلا هرمرنا يا عزيز كمشوري الصي داس خلافنا وأنواع عسوي يعني حكم كيسة وأساس وقول حيري مؤلفك وقول حتى هذا غريب حديث غريبك ما حديث ويا روى أول الراوين فقد هل راوي حديثك أولي ويان إن أنت قال إن شاء الله هبين دم بان آخرين دنا وقت سيد حساء حلوس وكوا ليري مرك أنت هنوتشو أبين دمك بلاودونا منقطعة دو إلي هذا إن شاء الله هذا وبالتوفيق وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.